عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، بجدد التحية والترحيب بكل حضراتكم. وفي الفقرة الحوارية الأولى هنتكلم عن المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. الحقيقة الفترة اللي فاتت كان في بطولات كتير وكلها كانت مؤهلة لهذه الدورة الأولمبية، والحمد لله حصد عدد كبير من اللاعبين المصريين يعني على بطاقات التأهل. وهنا لازم نقف بقى شوية ونتأمل مين اللي يعني تأهل، وتوقعاتنا إن شاء الله للمشاركة المصرية في النسخة الجاية من الدورة الأولمبية إن شاء الله. هنتكلم عن كل هذه الملفات مع ضيفتنا اللي منورانا واللي دايما بنسعد بوجودها معانا في 10 الصبح في الأهلي، الأستاذة دينا نبيل الناقدة الرياضية. صباح الفل عليك يا دينا. صباح الفل يا أستاذ كريم، ربنا يخليك، ميرسي جدا. صباح الفل. صباح الهنا. بصي، احنا تقريبا بنبقى معاكي كل شهر كل فترة علشان نقدر نتابع يعني الأبطال بتوعنا اللي بيتأهلوا لأولمبياد باريس. وطبعا احنا كل اسبوع عن اسبوع بيبقى فيه بطل جديد بيتاهل في رياضه مختلفه، يمكن اخرها كان هنا جوده بالامس، كان خبر اعتقد سعيد جدا. بس خلينا بقى في العموم نبدا معاكي يا دينا، وتكلمينا كده تحديدا لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، كم عدد ابطالنا المتاهلين لباريس 2024؟ يعني لو بنتكلم في العموم بكل المنتخبات بابطال الالعاب الفرديه، فاحنا عندنا 40 مقعد حتى الآن لمصر في أولمبياد باريس. منتخب طبعا الأولمبي لكرة القدم اللي حسم تأهله، منتخب السباحة التوقيعية السيدات اللي طبعا حقق دوت في خلال بطولة العالم للألعاب المائية عشان خاطر جاب أفضل مركز أفريقي، فبالتالي تأهل للأولمبياد. عندنا بقية المراكز، لو هنتكلم عن الخماسي الحديث، عندنا ثلاث أبطال حجزوا مقاعدهم، مهند شعبان وأحمد الجندي وملك إسماعيل. يعني وأكيد هنتكلم عن الخماسي الحديث باستفاضة، لأن هو من النتائج من الاتحادات العاملة نتائج قوية جدا على مستوى الشباب والناشئين والكبار في كل الفترة الأخيرة كمان. في الفترة الأخيرة يعني هو صحيح. تقريبا مفيش بطولة عالم غير لما بيكون الخماسي الحديث موجود على منصة التتويج. الملاكمة كمان مش عاوزين ننسى، احنا حجزنا ثلاث بطاقات للأولمبيات عن طريق يمنى عياد، أول فتاة مصرية في التاريخ تتأهل عن طريق الملاكمة للأولمبيات. برضو عبد الرحمن ده في تاريخ الرياضة أصلا بالظبط كده. كمان عندنا عبد الرحمن عرابي بطلنا اللي جاب ذهب في بطولة أفريقيا وحجز مقعده. عندنا برضو عمر، برضو في بطل عمر العوضي برضو حقق ميدالية وحجز مقعده في أولمبياد باريس. بشكل عام انا بشوف انه يعني لسه كمان عندنا القائمه طويله، عندنا برضو مروان القماش وعزمي محلبه من الناس اللي حجزوا مقاعدهم في وقت سابق. منتخب التنس طاوله سيدات والرجال الاثنين حجزوا مقاعدهم خلال بطوله افريقيا، لان هم جابوا ذهب في بطوله افريقيا فحجزوا مقاعدهم. ف لسه القائمه طويله، كمان احنا منتظرين المزيد. هم لغايه دلوقتي 40 40 مقعد بين المنتخب الاولمبي ومنتخب السعودي. تعالي لغايه لما نشوف مين اللي هيستجد من الاسماء الجديده الفتره اللي جايه. لكن عفوا، ال 40 اللي تاهلوا دول، تاهل لدوره اولمبيه ما بتجيش من فراغ، اكيد في مشوار طويل من الكفاح وتفاصيل كتير. اكتر قصه او اكتر مشوار كان لافت للنظر بالنسبه لك انت شخصيا من ال 40 اللي تاهلوا دول، كان مين؟ مين اللي كانت رحلته للوصول صعبه ومليانه عقبات ومعوقات ومع ذلك هو تحداها ووصل؟ يعني بشوف ان هو كل بطل ليه قصه كفاح قويه جدا، حتى لو احنا ما نعرفش كل المشاهد بتاعتها. يعني كل بطل من الموجودين في الاولمبياد كل واحد ليه قصه كبيره احنا ما بتتحكيش كلها. لكن انا تحديدا توقفت عند، يعني مش عشان خاطر انا بنحاز للبنات بس لا سمح الله لا بس يعني يمكن عشان يمنى عياد تحديدا. انا شفت قصتها ان هي كانت اصلا من دمياط مش من القاهره. كمان فكرة ان هي بطولة افريقيا اللي فاتت هي واخدها ستيب باي ستيب، يعني هي بطولة افريقيا اللي فاتت خرجت من دور الثمانية، كل ما بتتقدم اكتر بتحقق يعني بتعلي اكتر في المستوى بتاعها، في تطور في مستواها. حصلت على بطولة الجمهورية للشابات، المرة دي بنشوفها بتتطور اكتر وبتحقق ميدالية في الضيفة بطولة افريقيا في تونس. ف يعني شفت ان هي يعني كمان الابطال اللي هم لما بيكون حد بيحقق انجاز محدش بنت حققته قبل كده او مفيش حد حققه قبل كده، ده بحس ان هو لا محتاج ان احنا نسلط الضوء عليها اكتر شويه. طبعا تبقى كتبت التاريخ كمان يعني بالتاكيد. يعني غير طبعا يعني هنا جوده امبارح انجاز تاريخي، يعني دي قصه لوحدها معجزه. دايما انا بقول ان هي 15 او 16 سنه، بنت عندها 15 او 16 سنه وبتهزم كل البطلات اللي اكبر منها في السن. طبعا مش بقلل ابدا 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 من دينا مشرف او من البطلات اللي هي واجهتهم في مشوارها، كلهم بطلات كبار. هي حاله، هي حاله خاصه، بحس ان هي ماشيه في تراك
لوحدها، اسرتها طبعا كل الشكر والتقدير ليها، اللي هي عارفه وقت الدراسه دراسه، وقت للميديا للميديا، وقت للبطولات بطولات، وقت المعسكرات، فعارفه تقفل على البنت كويس قوي. وبالتالي بنشوف النتائج دي اللي هي بتحققها، بنشوف ان هي مع المنتخب بتجيب ذهبيه بطوله افريقيا على المستوى الفردي، بتحقق ذهبيه بطوله افريقيا على المستوى الفردي، وبتكسب بطولات اكبر منها في السن. فانا شايفه ان هي يعني كل واحد ليه قصه، لكن يعني لسه قدامنا المزيد كمان، عشان خاطر هشوف قصص ثانيه كمان اصعب من دول. طيب حلو، احنا كده اتكلمنا عن عدد الابطال حتى هذه اللحظه اللي هيتاهلوا. بالنسبة لعدد الميداليات المتوقعة، يعني ممكن يبقى فيه برضو توقع بناء على الأرقام، بناء على الأبطال بتوعي، بناء على بعض الرياضات بتبقى إلى حد ما النسبة فيها أعلى من رياضات تانية. لحد دلوقتي وجهة نظرك برضو وانت ملمة بهذا الملف يا دينا، تقريبا كم ميدالية ممكن نقول إن احنا نقدر نحصل عليها من خلال الأربعين بطل لحد دلوقتي معانا؟ من الأربعين بطل؟ لحد دلوقتي انا بتكلم، يعني انا بشوف ان هي اصلها كل حاجه فيها متغيرات. يعني مثلا احنا في ناس ممكن نعقد عليهم امال كبيره جدا، ممكن لا قدر الله مثلا يعني يحصل ان هو ما يكونش موجود في الاولمبياد لاي ظرف او لاي اصابه او حاجه يعني. زي بسنت مثلا، بسنت حميده كانت مفروض موجوده في الاولمبياد بتاعه طوكيو، بس هي جت حصل لها اصابه قبل الاولمبياد بوقت قصير جدا. كمان الدول بتتغير بشكل، يعني احنا بنتكلم احنا فاضل لنا اقل من سنه على الاولمبياد، الدول بتتطور بشكل فظيع جدا. يعني كلنا شفنا المغرب العربي في الالعاب في الملاكمه، الجزائر والمغرب حاجه قوه فظيعه. برضو فهما في الالعاب القوى جامدين جدا. السباحه مثلا تونس عندها بتتطور بشكل خطير جدا. فاللي عاوز اقوله انه يعني سهل ان احنا مثلا ممكن نقول النسبه، او ممكن نقول رقم، ممكن نقول اللاعب ده، ممكن نقول بالاتحادات، انما كلاعب ان هو يقدر يروح، انا بحس ان ده اصلا بيبقى لود قوي على اللاعب. يعني طب ما احنا عندنا العاب فرديه بطبيعه الحال لازم هحط اسم اللاعب الفردي، يعني ما هتوقع او لا. يعني مثلا انا بشوف مثلا الاثقال، ان الاثقال متوقع ان هو ممكن ان شاء الله يجيب ميداليه. عن طريق مين؟ في لاعيبه زي ساره سمير بشوفها مجتهدة جدا جدا، محافظة على تطورها من ساعة ما طبعا مصر رجعت من فترة الإيقاف بتاعتها. كريم كحلة، محمود حسني، الثلاث لعيبة دول جابوا في بطولة العالم الأخيرة اللي كانت في السعودية، جابوا الثلاثة ميداليات وكانوا على منصة التتويج. أتوقع لهم إن شاء الله حد منهم، أو يعني ممكن هنا جودة برضو. هنا جودة إن شاء الله بإذن الله طبعا، أكيد يعني أكيد مرشحة، تظل طبعا مرشحة بقوة. بس عاوزين نقول ان المنافسه بتبقى في افريقيا غير منافسه خالص بتبقى في الاولمبياد. الاولمبياد يعني طبعا احنا سيطره افريقيه كبيره جدا على تنس الطاوله وفي كل الالعاب والله، يعني مش مبالغه، بس احنا فعلا في معظم الالعاب سيطره افريقيه على منصات التتويج في كل الالعاب. لكن في الاولمبياد او بطولات العالم شويه المنافسه تبقى صعب، لان احنا عندنا دول مثلا لو هنتكلم على تنس الطاوله تحديدا، دول زي الصين والدول الاسيويه دي سفاحين فظاع. يعني العيال مش ممكن عليهم، بيروحوا بجد بيكسبوا بكل سهوله. بس احنا طبعا عندنا عمر، زي بطل زي عمر عصر طبعا، ده بطل كبير، لولا الاصابه يعني ربنا يشفيه يا رب ويقومه بالسلامه، تعرض ليها في بطوله افريقيا. انا اعتقد ان هو كان هيحرز كمان لقب الفردي، كنا ممكن نشوف كمان عمر عصر زي هنا جوده بيحرز لقب الرجال في المستوى الفردي في بطوله افريقيا. عمر عصر كان قريب جدا من ان هو يحقق ميداليه في اولمبياد طوكيو اللي فاتت. اسماء اللي هي معروف ان هم مرشحين للحصول على ميداليات، مين فاجئك بقى في الناس اللي اتصعدت واللي هتشارك في الدوره اللي جايه؟ يعني مين الاسماء اللي انت اتفاجئتي منها فعلا هيشارك او هتشارك؟ هو انا يعني انا دايما كنت بشوف ان احنا شويه بعاد في الملاكمه، فتأهل فتاة مصرية في الملاكمة، فتاة مصرية يمنى تقريبا، يعني من الناس اللي فاجئتني ان احنا عارفه ان احنا شويه بعاد في افريقيا. زي ما قلت المغرب العربي سيطره قوي في الملاكمة السيدات. انت قصدك على لبنى عياد؟ يمنى، يمنى عياد. فدي فاجئتني ان هي فكره ان احنا البطله المصريه تكون موجوده في في الاولمبياد. فكره حظوظها في المنافسات اللي جايه دي هتبقى واصله لفين؟ يعني اتمنى طبعا ان هي توصل لادوار متقدمه، بس اكيد المنافسه مش سهله خالص خالص. يعني زي ما قلت منافسه بطولات العالم والاولمبياد بتبقى مختلفه تماما تماما. لكن دايما بشوف ان الاعداد للاولمبياد ده بيبقى كل بطل على حسب جاهزيته ايه، على حسب اعداده الذهني ايه. ممكن بطل احنا عارفين ان هو عاقدين عليه الامال ان هو هينزل يعني يحقق احلى النتائج وافضل النتائج ويبقى على منصه التتويج، لكن هو اليوم ده ما كانش جاهز نفسيا،
هو عنده ممكن يبقى ضغط مثلا او حاجه. ايوه ما هو ده دور مين بقى ان البطل يبقى جاهز نفسيا من عدمه؟ المعد النفسي ده قصه لوحده. ده جهاز المعاون والجهاز الموجود والمدرب بتاعها يعني، ما كل ده بيبقى ليه تاثير كبير جدا طبعا يعني. طبعا والمعد النفسي ده انا بشوف ان هو ليه دور كبير جدا مع كل الابطال، لازم يبقى في كل اتحاد عنده معد نفسي. هو مفروض، بس هل هو موجود؟ لا طبعا، لا طبعا. ايه الاجابه دي؟ المشكله مش في لا، المشكله في طبعا. لعلمك المشكله في طبعا في اتحادات. على فكره سيد وزير الشباب والرياضه وجه فعلا يبقى في كل اتحاد، ده قريب كان وجه ان كل اتحاد يبقى عنده الموضوع دوت، لان احنا عندنا مشكله كبيره جدا البطل يبقى موهوب ومش عاوز اسمي اسماء، بس ساعه اولمبياد طوكيو احنا في ابطال كنا فاكرين ان احنا ده هينزل، ده هيكسر الدنيا. والولد خرج مثلا من اول ماتش. على فكرة ده مكرر مع أبطالنا البارالمبيين لو أنت فاكر، لما برضو يعني كان كذا حد من أبطالنا اللي إن شاء الله هيكونوا كمان موجودين في باريس، كان اتكلموا على أن يعني لما دوي اللي على ويلتشير يعني على كرسي متحرك كانت بتحكي لنا أن هي ما كانتش بتلاقي حد يساعدها. فطبعا ده يعني لا دي مشكلة كبيرة ومش الشكل اللي احنا مفروض نكون بنمثله هناك أبدا يعني. فهل دي قلة إمكانيات ولا الموضوع إزاي بالظبط يعني؟ يعني أنا دايما بشوف إن احنا عمرنا ما هنعرف نصرف زي الناس اللي بره، ودي حاجة لازم نعترف بيها عادي جدا يعني. احنا مش هنعرف نصرف المصاريف الفظيعة هناك يعني، بره في أوروبا ممكن يبقى كل لاعب عنده جهاز طبي هو بيسافر معاه في كل بطولة يعني، ودي حاجه قصه انا اعتقد ان انا اتكلمت فيها قبل كده معاك. خد الحن على ما هو عليه، ما نرجعش. خلاص ما تتوقعش النتائج، احنا مش بنحقق اي حاجه اذا كان البديهيات مش متحققه. طب احنا هنطالبهم بتحقيق نجاحات ازاي؟ هو يعني كلامك صح طبعا، بس انا بشوف ان احنا شغالين في حدود الامكانيات. انا اللي بتمناه، الحاجه اللي بتمناها واللي دايما بتكلم فيها، انه اللوائح اللي خاصه بالمكافئات للابطال تتعدل. يعني مثلا في ابطال بيكلموا في الالعاب الشهيره، مش عايزه اقول شهيد عشان بيضايقوا بالكلمه دي قوي، هي كلمه فالابطال الالعاب الفرديه بيضايقوا ان مثلا ممكن بطل يروح يجيب يبقى بطل افريقيا ويرجع مثلا ياخد 5000 او 4000 جنيه. فيعني هو كبطل لسه حاصله، من غير ما ندخل في التفاصيل، لسه حاصله في احدى الرياضات ان برده كان واللي اتهم بالهروب برده من البعثه اللي كان مشارك فيها بطوله افريقيا، طلع مجموعه فيديوهات مش فيديو واحد بس، قال باختصار شديد قال لك ان انا حاطين لي مرتب 700 جنيه في الشهر ومكافاه بطل افريقيا 5000 جنيه يقبضها اربعه وكسور بعد خصم الضرايب. طب ما نرجع نندهش ليه برده؟ صح، ده صح. يعني احنا اللوائح دي انا اعتقد ان هو يعني نظره ليها بس، يا جماعه ده بطل افريقيا. ما هو كمان مصاريف البطل كمان صعبه قوي، ان فكره ان هي تبقى بس على كاهل الاسره، مصاريف كتيره وعايز غذاء معين وعاوز تدريبات معينه وعاوز حذاء وزي معين. طبيعي طبعا الاتحاد بيشيل، بس الاسره كمان بتتحمل جزء كبير قوي كمان من السفر. يعني انا افتكر ان انا كنت اول خالص ما عملت حوار مع ميار شريف قبل ما تخش قائمه الافضل 100 لاعبه، كانت لسه قبل ما يعني قبل ما تتشهر، الكلام ده كان من سنتين ثلاثه، كنت بتكلم مع مامتها قالت لي احنا احيانا ما كناش بنلاقي فلوس لسفر البطولات والمعسكرات بره، فلان السفر مكلف جدا لكل الابطال، وانت عشان تطور من نفسك لازم تسافر بره تحتك باللاعبين اللي هم اللي بره اللي في اسبانيا، على حسب بقى كل لعبه ايه المعسكرات البلد مميزه فيها. فده الموضوع في العاب مكلفه جدا جدا، فعشان كده بتمنى ان احنا نعدل شويه من اللوائح الخاصه بالمكافئات والمرتبات. هي اللوائح دي اتحطت امتى؟ يعني بقى لها كام سنه؟ 1927 بالارقام اللي مش عايز احط رقم بالظبط. 1927 يعني لو حضرتك عندك معلومه. لا مش عندي معلومه بصراحه على الحقيقه خالص، يعني اتحطت امتى بالظبط، بس يعني خلاص بقى خصوصا الغلاء المعيشه والكلام ده ممكن تبقى محطوطه قريب ومحطوطه 4000. مصيبه والله، لان الارقام مش منطقيه. مش منطقي يا جماعه، بطل افريقيا يعني كمان في كمان بطل ده لو بطل افريقيا الكبار هيدوا له مرتب اكتر من 750 جنيه. صح، ما بالك بطل افريقيا. فاتمنى ان دي حاجه تتعدل، لانه زي ما احنا عندنا طبعا بطلات وابطال بيتحدوا الصعاب وبيحققوا نجاحات فظيعه جدا في كل البطولات، بس احنا عندنا بعض المشاكل نتمنى ان احنا نحلها قبل الاولمبياد. لان احنا يا جماعه انا بشوف ان احنا ظهورنا في الاولمبياد طوكيو كان مثالي، رغم ان احنا جبنا 6 ميداليات، مش هقارن بالنسبه لبطولة يعني الدول اللي هي زي الصين والامريكا واستراليا والدول الكبيره دي، لكن انا بتكلم في احنا زورنا كان مثالي. احنا ميداليه ذهب رجع للنشيد الوطني بيتعزف تاني بعد غياب من ايام كرم جابر في دوره اثينا في 2004. فاحنا عاوزين نحافظ ان احنا الدوره الجايه ان شاء الله نظهر بشكل افضل من كده ان شاء الله.
فيعني اتمنى ان احنا ان شاء الله عدينا مده مش بسيطه، بس ان احنا نقدر نحل بعض المشاكل. واحنا ليه كل قبل اولمبياد بنقول ان شاء الله نقدر نحل في اللي جايه؟ فيعني انت فاهم قصدي، وما بتتحلش يعني بجد والله. هو المفروض ان دايما يعني دي مشكله، دي مشكله، لان باجي بعد كده ما حققش النتائج اللي الجماهير المصريه بتبقى عايزاها، ولا الاتحادات على فكره هتبقى عايزاها، فبفضل اكرر نفس القصه. ولو بقى صدفت معايا بطل زياده جاب ميداليه اقول اه الحمد لله، يعني ما انا علشان اغير لازم اعمل شغل مختلف، لكن هعمل نفس الشغل واتوقع نتيجه مختلفه صح. ده يبقى حلم يعني صحيح. مش هتحصل ده صح. انا بشوف ان في اتحادات فعلا يعني ابتدت تغير الفكر ده، فكره ان انا اجي قبل الاولمبياد بخمس ست شهور. طب يلا نلحق نعمل ايه، يلا نعد هنودي معسكرات. زي مين؟ اتحاد مثلا الخماسي الحديث مثلا والسلاح. اتحاد الخماسي الحديث زي ما كنت لسه بقول في البدايه، بطوله عالم ناشئين، بطوله عالم كبار، بطوله عالم شباب، هو موجود على منصه التتويج بيفوز بالميداليات، بيشارك في كل بطوله سواء بطولات افريقيه سيطره، طبعا زي ما قلت احنا الحمد لله افريقيا مسيطرين، بس بطولات العالم دي انا بحس ان هي شويه بتبقى اقرب للمنافسه فيها للاولمبياد، لان انت بتنافس بقى كله بقى المجر بقى وايطاليا وامريكا والناس اللي هم عمالقه اللعبه يعني. ف زي ما بقول انه في اتحادات شويه لسه عندها محتاجه تطوير في الفكر، في اتحادات تانية ماشيه في الخط كويس زي الخماسي زي في بطلات زي ما قلت ساره سمير ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها كل الناس بتتكلم عنها، ثلاث ميداليات ذهب في بطوله جميل. عالم جميل. انجاز كبير، وكمان ساره هي كانت في ريو، من ريو كانت كمان سنها صغير ونجحت ان هي تحقق برونز، ف يعني سنها لسه قدامها كتير، ان هي كان عندها 16 سنه ساعتها تقريبا، ان هي لسه قدامها فرصه ان هي تحقق ان شاء الله ميداليه او انجاز في طوكيو. طب احنا كل ده بنتكلم عن الدوره الاولمبيه القادمه باريس 2024 والبطولات المؤهله ليها، تعالي نرجع بشويه بالزمن لورا ونتكلم شويه عن تاريخ المشاركات المصريه او تاريخ مشاركات البعثات المصريه في الدورات الاولمبيه المختلفه. الاجمال بتاعها انت شايفاه ازاي المجمل يعني؟ يعني زي ما قلت انا مش بحب قوي اقارن يعني بالدول، بنبص بص على اللي فات، لان احنا عمرنا ما هنعرف نصرف الصرف زيهم، بس انا بشوف ان نوعا ما الاولمبياد طوكيو كان الظهور فيها كان افضل حاله من الدورات اللي فاتت، لانه زي ما قلت انا مش بنحاز للمره قوي يعني، بس احنا ساعتها كان ست ميداليات من ضمنهم ثلاث ميداليات لفتيات، فكان ظهور مختلف جدا للفتيات المصريات في المشاركه، يعني هدايا ملاك في ريال اشرف طبعا ذهب، وجيانا فاروق طبعا بطله الكاراتيه جابت برونز ساعتها، فعوده كمان النشيد الوطني المصري بقى، انت بقالك كان 17 سنه ما بتجيبش ذهب، فكره ان انت تعود على منصه تتويج وتعزف النشيد الوطني، فبشوف ان هو طوكيو كانت بادره امل ان احنا نامل ان شاء الله اللي جاي هيبقى افضل، كمان منتخب اليد مش عاوزين ننساه كان قريب جدا من ان هو يحقق ميداليه في اولمبياد طوكيو، لولا بس شويه حظ كده يعني ان احنا ما حققناش ميداليه، لكن مركز رابع بالتاكيد اول منتخب عربي وافريقي يتاهل لنصف النهائي في منافسات اليد في الاولمبياد، فاكيد انجاز كبير. عندنا يعني الفتره الجايه اكيد منتخب اليد، طبعا لو هنتكلم عن منتخب اليد تاني هو عنده فرصه ان هو يتاهل لاولمبياد باريس من خلال بطوله افريقيا المؤهله اللي هتقام في مصر، بطوله افريقيا مصر هتستضيفها في يناير المقبل، لو فاز بيها طبعا اكيد حجز بطاقه التاهل لاولمبياد باريس، كل التوفيق ليه والمنتخبات الجماعيه، لكن بشوف ان ظهورنا كان في الاولمبياد الاخيره كان يعني يخلينا نقول ان شاء الله ماشي حاله، وخلينا نقول ان شاء الله الجاي ممكن يبقى افضل. كمان عاوز اقول انه فكره دخول الرعاه والمستثمرين في الرياضه في الالعاب الفرديه او في الرياضات الاخرى ده يعني اعتقد لسه كمان هيجني بثماره اكتر في الدورات اللي جايه. فكره ان الفكر لازم يتغير شويه، فكره السبونسرز او الرعاه عامه في مصر، يعني حتى لو يستغلوهم في رمضان، يستغلوهم في الاعلانات عامه في البيل بوردز اللي بتتحط في الشوارع، الحاجات زي كده يعني، ليه الاهلي بيعمل ليه ما يعملوش كامبين؟ انا فاكره بعد طوكيو عملوا حاجه زي كده، لكن ليه ما بتتعملش اكتر، وخصوصا ان هم مش عايزين الكامبين دي بعد ما بيرجعوا، هم عايزينها قبل ما يروحوا. ف يعني انا دايما بقول الكلام ده ولو تتفق معايا كريم، بس انا بشوف ان دول يعني فئه او السيجمنت اللي اولى بكتير من الفنانين ومن الاعلاميين، وان احنا نقعد نتحط على اعلانات، يعني انا بالنسبه لي انا كنهواندا انا مش هشتري اي منتج عشان
كان ممثل ماسكه يعني ما انا ما يفرقليش يعني خالص، انا لو المنتج حلو هشتريه فمش حاجه هتبهر، لكن الحاجه دي ممكن تفرق مع بطل رياضي او بارالمبي يعني. فاتمنى فعلا الفكر يختلف، والشركات الوطنيه اللي احنا اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات برضو تبدا ان هي تدعم بشكل اكبر، لان ده الحل الوحيد. صح. لو احنا هنتكلم ده الحل الوحيد، هو ده، لان الاتحادات الدخل بتاعها معروف، وزاره الشباب والرياضه عندها بادجت معينه، انا هجيب فلوس منين؟ لازم اجيب فلوس عن طريق حاجه مختلفه اللي هم السبونسرز، يعني عارف المصادر بتاعت الدخل هي دي. فللاسف الشديد يعني شايفه المشكله دي حلها ايه في رايك؟ يعني انا زي ما هوند بتقول الميزانيه هي معروفه لكل اتحاد بالظبط، فهم الوزاره او الحكومه بتدي على قد مستطاع، يعني ما بتقدرش تدفع اكتر من اللي احنا عارفينه بقاله سنين الدعم المحدد لكل اتحاد. لكن انا بشوف انه يعني لازم اولا يبقى في لجنه تسويق، ودي برضو انا ما عنديش علم هي موجوده في كل اتحاد بشكل يعني كل الاتحادات ولا لا، بس لازم يبقى في لجنه تنميه موارد. صحيح. لازم يبقى في لجنه تسويق في كل اتحاد، لازم حضرتك يبقى عندك جماعه انا دلوقتي عندي ابطال تعرف تسوقهم، يعني ما ينفعش دلوقتي ان انا استنى الاولمبياد وبعد ما اجيب البطل الميداليه يلا بقى نسوق الاتحاد. طب ليه حضرتك ما تسوقش من دلوقتي؟ يعني دلوقتي انت عندك مواهب كتيره جدا، عندك ده مثلا ده في ابطال بيرجعوا بميداليات ومحدش بيسوقهم بالظبط، انت عايزهم يسوقوهم قبل ما يحصلوا على الميداليات. ما هو بقى ما دي شطاره الاتحاد، هو دلوقتي الخماسي الحديث مثلا، الخماسي الحديث هو الميداليه الوحيده في تاريخ الخماسي الحديث في الاولمبياد كانت لاحمد الجندي، بس هو عارف يسوق ابطاله، عارف يسوق ابطاله ويعمل لهم صور ويذيع ويتواصل الاتفاق عشان خاطر يذيع البطولات. وبرده عاوز اتكلم عن فكره اذاعه البطولات، دي شيء مهم جدا طبعا بالنسبه للابطال. يعني انا دلوقتي لو انا مستثمر مثلا او راعي او حاجه، ما لما الاقي البطوله مثلا حتى لو مقتطفات بتتذاع من الالعاب اللي هي زي الالعاب الفرديه بتتذاع على التلفزيون، طب ما انا ممكن اقول طب ما ده منتج حلو مثلا ممكن احط اسم الشركه بتاعتي على التيشيرت بتاع اللاعب، ليه ما اروحش ارعى للاتحاد ده؟ فمهم قوي ان الاتحادات تبتدي تسوق ان مسابقاتها حتى لو المحليه ان هي تتذاع على التلفزيون، ده مهم جدا للرعاه. اصل انا دلوقتي لو لعبه ما حدش يعرف عنها حاجه هروح يعني ايه اللي هيخليني اروح؟ عندك حق. إلا لو في حاجة حصري بقى بالظبط كده، ده موضوع، ده قصة تانية. بس يعني هنقول ايه؟ اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض يا دينا. احنا عمالين نقول الجملة دي على ملفات كتيرة قوي. لا بشكرك جدا يا دينا، أكيد أنا وكريم ومتابعين معاكي طبعا لغاية وقت الأولمبياد، ونتمنى إن شاء الله تكون أولمبياد موفقة لكل أبطالنا وأفضل من طوكيو، ولكن يعني نشتغل بقى من بدايتها لغاية الأولمبياد اللي بعد كده على كل المشاكل المادية اللي هي الأساس في اللي بتواجه خلينا نقول أبطالنا يعني. إن شاء الله شكرا ليكي. إن شاء الله يا رب. شكرا يا نهاد، ميرسي قوي يا كريم. طيب هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم.